نثبت المجيء نتاعنا الى ولايه باتنا. لماذا؟ لان احنا بالنسبه لنا ولايه باتنا ضمن الرمزيات الكبرى تاع التراب الوطني. ولايه باتنا هي ولايه الاوراس، هي ولايه الثوره، هي ولايه الشهداء، هي ولايه مصطفى بن بولعيد، هي ولايه اغلب القاده اللي كانوا يقودوا في ثوره التحرير الكبرى في سنوات الاستقلال، كانوا من هذه المنطقه، منطقه الاوراس الاشم، منطقه تفجير وانفجار الثوره التحريريه التي نحن نعتبر انفسنا امتدادا لها، ولبيان اول نوفمبر الذي تولي وصدر هنا في ولايه باتنا. لذلك احنا ركزنا على هذه الزياره الرمزيه، وركزنا على هذا الوقوف الرمزي الى جانب مقام مخلد للشهيد، الرمز الشهيد الذي كان له دور كبير في انطلاق الثوره، الذي كان الاب الروحي للثوار، مجموعه السته، مجموعه 22، كل هذه المجموعات اللي ساهمت في استقلال البلاد، كان الشهيد مصطفى بن بولعيد هو الاب الروحي له. ولذلك احنا تلاوة الفاتحة على روح شهداء الجزائر جميعا وشهداء الوطن، ثم بعد ذلك على هذا الرمز التاريخي، كانت من بين الرمزيات التي أكدنا عليها، لأن احنا الاتصال بهذه الرمزيات الوطنية الكبرى وخاصة التي خلدها التاريخ تعطينا فرصة للتأكيد على بعد مشروعنا الذي نحمله، مشروع الفرصة اللي هو مشروع وطني، مشروع امتداد لبيان أول نوفمبر، مشروع امتداد لرسالة الشهداء، مشروع اللي فيه حل لمشاكل الجزائريين اللي عانوها بعد ما الشهداء قدموا دمائهم، قدموا أنفسهم، قدموا أموالهم، قدموا كل شيء من أجل الجزائر. الآن احنا رانا نستحمل هذه الرسالة، رسالة الاستقلال، رسالة الحفاظ على السيادة، رسالة الحفاظ على التماسك الاجتماعي، رسالة الحفاظ على القيم، رسالة الحفاظ على الحريات، رسالة الحفاظ على الجزائر في ظل التحولات والإكراهات الكبرى، ورسالة تطور الجزائر لتكون دولة صاعدة إن شاء الله.